انا مهاجر في ديار اوروبا، لقيت واحد المشكل مع واحد لافاج اللي امامي في جنبي. داك السيد هذاك راه ما كيحترم حتى شي حاجه، ملي كيحلم من 7 8 ديال الصباح حتى 12 وحده ديال الليل. شنو بلاصه هادشي؟ هادشي في ويسلان. حي ويسلان، حي القط، امام بيم، شارع القط، شارع تطوان، سمحوا لي. دونك كنديروا الاجراءات ديالنا مالوغوزمون، ديرنا شكايات للجماعه، جماعه عطات الانذار الاول، الانذار التالي، وصلنا كوميم الاغلاق. جاء القرار ديال الاغلاق. نعم مع عند الجماعه جاء القرار ديال الاغلاق. هذا السيد هذا ما احترم لا اغلاق لا حتى شي حاجه. جبنا العون القضائي لوسي باش كونستاتا هذا الشيء. طلبنا مع عند السيد القائد والسيد الباشا ورئيس الجماعه باش يجبرونا شي حال. حنا عايشين في مشاكل، الضجاج، كومبريسور من 8 ديال الصباح حتى 12 وحده ديال الليل. انا كنهضر معكم بالابتات وعندي 3 الكاميرات في الدار، ماشي راه كنهضر غير بالشفوي. دونك عندنا تري 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 غون بروبليم، تري غون بروبليم. اول حاجه داك السيد هذاك ما عندوش حتى لي كانيفو، الماء ديالو حاشاكم اللي كيرمي امام شارع العام. شدنا الشارع كله، شدنا التريطوارات كله، ما كتبقاو لا في تكارب، كتكاريو لي امام باب الدار، امام الكراج ديالي، كيشرونا الزرابي في التريطوارات، في الطريق. عمركم شفتوا الزرابي امام العرض؟ راه كاين عندي تماك، وانا كنقول لكم راه عندي الكاميرا ديالي. باب الدار. نعم، باب الدار، عمرك شفتي قلت لك الزرابي في الارض، فيهم الريحه ديال المازوت، فيهم المهم واحد الكارثه عظمى 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 عظمى. ما خلينا باشا، وليت انا ساكن عند الباشا، وليت ساكن عند القايد، وليت ساكن في الجماعه، وليت ساكن في العماله ديال الحمريه، وليت ساكن في العماله ديال الاكدال، وليت ساكن في الكوميساريه. وهاد الناس كلهم راه كنعرفهم من المسؤولين لا فام دي ميناج، كلشي كيعرفني من 28/11 وانا في هذا الدوسي هذايا، في هذا الملف هادي دابا 7 شهور. انا وليت مرحوم، وليت محروم مع عائلتي، والديا، الوالد عنده 80 عام، في القلب، في السكر، في كل شيء. الوالده كذلك ما بقاوش قادرين على الضجاج، على المشاكل. العائله ديال المراه كذلك هو مثال، ما قادروش يجيو عندي. الناس كتشوي، كتعيد، كدير، كتصنع. حنا كنخصنا ضروري، انا من مدينه تازه باش نطلع نشوف والديا. والديا هادو شهر ونص باش جاو فرنسا، ما قادروش يجيو. انا حتى انا في ديار اوروبا كما قلت لكم مشكل. هاد الناس هادو راه ما كيحشموا، ما كيخافوا، هجموا عليا، خرجوا بالزراوط، سبونا، كل شيء بالابتات، صوت وصوره، ديرنا الشكايات، هجموا عليا. حنا علاش؟ باسكو الناس كيجلسوا لك امام باب الدار، كيمو الجوانات، الصداع والمشاكل والروينه. المهم خصك ما تهضرش. هاد الناس هادو حنا ماشي ما كنخافوا، ماشي حنا كنخافوا، حنا رحنا مشينا عندنا 10 شهور فرنسا، حنا رحنا كبرنا مع الناس ديال الشرق، البانيين والتشيكوسلوفاك والرواسة والناس ديال الحرب البارده. حنا راه ما كنخافوش، حنا دوزنا الحمد لله، اللهم لك الحمد. حنا كنجيو للمغرب ديالنا باش نتنسوا على عظامنا، نحلوا شي حاجه وناكلوا ونساروا بلادنا اللي ما كنعرفوهاش. وما ديال اوروبا الحمد لله ديرنا وصنعنا الحمد لله، وما عمرنا ادينا شي حد ولا دينا لشي حد. مي باش هاد الناس هادوم يجيو يهجموا عليا. انا 2018 هجموا عليا داك العصابه اللي تماك النيس، ضربوني بجنوي 2018، ما شديت الحقوق ديالي. هاد مدينه مكناس ما نعرف اش واقع، اي شكايه اللي كدير ما كيعطيوهاش الحقوق ديالك. اش واقع؟ انا كنقول لكم المدينه تازة، حنا تازة ما عندناش هادشي. هنا في مكناس حتى حاجه ما غاده نورمال، الي دي بروبليم. رسالتي، لو ميساج كنطلب من المسؤول ديالنا سي الحموشي، سي حرامو، سي تريسي، النيابه العامه، النيابه الفرقه الوطنيه، سي حسن الداكي، سي الفتيت، الله يرحمكم الوالدين. حنا رحنا مهاجرين كنخدموا باش نجيو نجلسوا في بلادنا وكنعلوا الرايه ديالنا فين ما مشينا. انا مشيت عندي 10 شهور مشيت لفرنسا بدون جنسيه. علاش؟ كنفتخر بالمغرب ديالي. عمركم شفتوا شي واحد اللي مشى عنده 10 شهور؟ والبارح كان عيد الميلاد ديال 44 عام، 43 عام وانا في فرنسا. عمري طلبت جنسيه لا فرنسويه ولا اسبانيوليه ولا امريكانيه ولا بلجيكيه ولا هولنديه، لا، ديما المغرب. حسن الثاني الله يرحمه، الله يرحمه في هذا النهار في العواشر، قال لك تهلا في الجنسيه ديالك، تهلا في السبوعه اللي في هذا الباسبور ديالك، تهلانا فيهم.